البكتيريا الضاره عند نسبه ملح 2% اعلى من 2% تموت. يعني كيلو الفسيخ لو حطيت عليه لحد 20 جرام ملح شغاله، اعلى من 20 جرام ملح البكتيريا الضاره تموت. بس انا بشتريه جاهز. ما هي دي مشكله. دي مشكله. أعمل ليس إيه بقى؟ ضمان. لا ليس ضمان، مفيش ضمان. كل اللي حضرتك هتعمليه انك انت هتحاولي تروحي للواحد اللي مشهود له، اللي عنده كميه صحب كتيره. لكن خلينا نقول للناس اللي ملحه كتير ده ضار. لا بالعكس، ما انا اقول لحضرتك لازم الملح يكون مظبوط. الفسيخ يملح بنسبه تمليح 10% من وزن السمك. ياه. 10%. ليه؟ لان البكتيريا الضاره هتموت عند 2%. البكتيريا النافعه بتموت فوق 12 الى 15%. فانا لما ملح 10% انا موتت الضار ورفعت والجيد النافع. ما جرروش حاجه. ايوه. بعمل ايه؟ بيتغسل السمك كويس جدا. يتقلب، يتعلق من الديل. بيبقى راسه تحت والديل فوق. 10 ساعات في الشتاء وست ساعات في الصيف. اسيبه ينزل الدم بتاعه، اكتر من كده ما ينفعش. لو سبته زي بعض ناس على المستوى التجاري بيسيبوه يومين في الشمس. يوم اللي يحصل البكتيريا الضاره تنمو. تتنفخ، ما البكتيريا طبعا هتطلع غازات. جسم السمكه يتنفخ، يسموه هم بلغه السوق اتشمع. بقت جسم السمكه. خلينا نقول حاجه يا دكتور. اتفضلي يا فندم. ما هو احنا مش هنعمل الفسيخ في البيت. لا انا بعمله في البيت. ما هو اقصد انا يعني السواد الاعظم يعني. تمام. خلينا نقول للناس الفسيخ لو طلع مثلا حادق مش قادرين، يعني خلينا نقول كلام للناس اللي بتشتري. بنشتري يبقى بنقول للناس اللي بتشتري يعملوا ايه؟ بنقول للناس اللي بتشتري من فضلك اشتري من حد مشهود له. عليه سحب، ما فيش شكوى جت منه. ده نمره واحد. نمره اتنين، هات الفسيخه سليمه من عنده. ايوه. واغسلها بسرعه ونشفها بسرعه، انت كده خفضت سنه من كميه الملح. بعد كده بتنظف وبتاكل. اللي حصل ده ايه؟ في الفسيخ. الفسيخ هو استوى، هو مش متحلل، هو تم انضاجه بالتمليح، لان التمليح هي طريقه من طرق الحفظ. نعم نعم. انا اما باكله بالمنظر دوت جواه بكتيريا نافعه هي اللي نمت. بس انا باكل من الفسيخ جرعه صغيره مش كبيره. اما باخد جرعه صغيره الفسيخ هو المصدر الرئيسي بتاعي للبروتينات. فانا كده ما خدتش بروتين كفايه. ولذلك بروتوكول وجبه شم النسيم بيكون معاها الملانه، لان الملانه حمص، البيبي بتاع الحمص. يبقى الحمص بقول. تمام. يبقى بيدعم لي البروتين بتاع الوجبه. بنتهز فرصة هذه الوجبة وباخد معاها ليمون كتير وبصل كتير. ولكن لازم لازم ولكن نفكر نفسنا ان الطريقة اللي احنا بنعملها في البصل احنا بندمر الفايدة اللي احنا عايزينه منها. ان انا اخرط البصلة ونقعها في خل واقعد ادعك فيها، انا كده صليت صلاة الجنازة على الفايدة بتاعتها. طب استفيد من البصل ازاي؟ تتخرط على وضعها وتتاكل. وكل ما كانت بصلة شياط كل ما كانت اكفأ. كل ما كلها مع الفسيخ. مع الفسيخ طبعا، عشان او مع الملوحه والليمون. بالظبط. إيه الملوحه فيها ضرر خالص لو معموله بطريقه صح برضو. المعمول ده احنا بنشتري جاهز. بالظبط. خلينا نتكلم باسم الناس. اوكي. لكن ما عليهاش ضرر. لا ما فيهاش ضرر اذا كانت ما تركنتش كتير وهي نيه قبل التمليح. عفوا. فبيتكون جواها بكتيريا الضاره بتنمو بتخرج سموم، تعمل سموم ميكروبيه. دي كارثه بقى. طيب خليني اطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل.